السلام عليكم عشاق وعشيقات الدراجات النارية. كما كتعرفوا أن ياما تي ماكس خرجت في 2020 تي ماكس 560، وكما كتعرفوا أن تي ماكس بدأت من 2001 بال500. كما كتعرفوا في 2011 غادي تحبس ل 500، وفي 2012 غادي تخرج 530. بالاسماء اللي كاينين في 530 يعني كاين بلاك ماكس، الايرون ماكس، اللوكس ماكس، والدي اكس، والسي اكس. وكما كتعرفوا ان كاينين موديلات اخرين. وبالنسبه كما كتعرفوا ان اليوم في 2020 يعني ما بقاتش تي ماكس 530، يعني ولات تي ماكس 560. والثمن تاعها في المغرب اللي كيوصل ل 160 الف درهم، يعني 16 مليون مغربيه. وما تنساش انك تهبط لتحت وتقول لنا شنو بان لك في هذا الثمن، هذا واش ثمن مزيان ولا لا.